هذه رسالة من الأخ علي سوداني مقيم بالمملكة يعمل، يقول: إن والدي متوفى وأريد أن أحج بل أحجج والدتي البالغة من العمر 85 سنة، وحيث إنه في الحديث لا تخرج امرأة من غير محرم، وأنا لا أستطيع لظروف المادية أن أقوم بتكلفة والدتي ومحرمها معا، فهل يجوز أن أحج نيابة عنها، علما أنني قد حججت حجة الإسلام واعتمرت 5 مرات ولله الحمد؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا يجوز أن يحج عن الحي، خصوصا حجة الإسلام، إلا إذا عجز عجزا تاما عن مباشرة الحج بنفسه لكبر أو مرض مزمن، فله أن يوكل في هذه الحالة من يحج عنه فريضة الإسلام. أما ما دام المسلم يستطيع الحج ببدنه، يستطيع مباشرة أداء فريضة الإسلام ببدنه، فإنه لا يجوز له أن يوكل من يحج عنه. فوالدتك إن كانت كذلك قادرة على الحج بنفسها لكنها لا تجد المحرم، فإنها تنتظر حتى يحصل المحرم في المستقبل، فإن أيست منه، أيست من وجود المحرم، فإنها توكل. ولكن الآن ما دمت أنك موجود فهي غير آيسة من المحرم، لأنك تقدر على الذهاب إليها والإتيان بها. نعم، لكن يشكو من عجزه عن نفقتها مع محرمها. ينتظر إلى القدرة أو يذهب ويأتي بها. نعم.